التوقيتات الدستورية يجب رئيس مجلس النواب ينتخب ومن ثم رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء، ولكن من الناحية العملية دائما وحاليا أيضا العقدة تمكن في اختيار والتوافق على رئيس الوزراء. يعني أنا أؤكد لك اليوم لو أكو توافق داخل البيت السياسي الشيعي حول شخصية رئيس الوزراء ما كان يعني نتأخر كثيرا حول رئيس الجمهورية. فإذا دائما الإطار خلف الكواليس الإطار التنسيقي سيد الفيلي أعطى موافقة باتجاه السيد جعفر الصدر، ما عنده مشكلة. لا 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 لم يعطي موافقة لم يعطي موافقة. كلام السيد المالكي يوم أمس كان واضح بأنه أجاب على اتصال سماحة السيد مقتدى الصدر. طيب. عندما سأله قال أنا سوف أخذ رأي قادة الإطار، وعاد علي قال لم أحصل على جوابا شافيا، لا نؤيد ولا نعارض. أي يعني هذا واضح.